ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا ويسر لنا هذا القدوم، وثم بعد شكر الله عز وجل نشكر لإخواننا لاستضافتهم الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهديين وأن يهدي بنا. الكلام إن شاء الله يدور حول مسائل. المسألة الأولى وهي كلها حول صورة عظيمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله أخواننا يعلمون معنى هذه الصورة، وكما ذكر العلماء أن هذه الصورة تضمنت أمورا. الأمر الأول فيها التنبيه على أهمية الوقت والزمان الذي يستفيد منه المؤمن في زرع الأعمال الصالحة حتى يجتني ثمرة ذلك جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وذلك تنبيها للإنسان أن يستغل هذا الوقت. ثانيا فيه أن الناس كلهم في خسارة، فهذا حكم على جميع الناس أنهم في خسارة، ولم يستثني الله سبحانه وتعالى إلا صنفا معينا من الناس. قال: إلا الذين آمنوا، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، وهذا أقر به الكفار والمشركون والمجرمون والضالون والملحدون. ونحن مشكلتنا في السودان لأننا يعني نناقش في هذه الأمور التي كانت مقررة عند الكفار والمشركين. عشان كذا الشيخ الفوزان حفظه الله ذكر أن من أساليب القرآن في تقرير التوحيد أنه، ودي أخواننا فائدة يستفيد منها الدعاة، أنه يقرر لهم، يبدأ لهم بالمتفق عليه ويلزمهم بما اتفقوا عليه وبما أقروا به على ما اختلفوا فيه، وهو توحيد العبادة. فالقرآن يحاججهم ما دام أنكم تقرون أن الله هو الرازق الخالق المدبر، فيجب عليكم أن تخلصوا العبادة لله وأن تقروا أن الله هو المستحق للعبادة، والأدلة في ذلك ظاهرة. أما نحن اليوم في السودان فنحن نعاني من أن هؤلاء الصوفية ودعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، واحد فيهم بيقول أنا الله عديل، مش الأوائل ناس ابن عربي وابن سبعين زي ما قال العلماء، هؤلاء هم الأبناء غير البررة وغير الشرعين، ابن سبعين وابن عربي فهمت،
وابن الفارق ديل أبناء غير شرعين. فمش ديلك برام برضو كمان عندك واحدين اليوم ابن الخنجر فهمت وابن الإزيرك ديل برضو عندهم مشكلة طويلة جدا في الشرك والدعوة إلى الشرك والباطل والضلال. وديل أفسدوا على الناس ما كان مقررا عند أبي جهل وعند أبي لهب. عشان كده بقول لك ما تنزلوا فينا الآيات النزلت في المشركين، وأنا لو لقيت آيات أشد من دي بنزلها فيك. خليك من آيات المشركين، تحصلت مراحل بغادي لأبو جهل، طفرت منه بغادي زي الخنجر اللي بيقول الأولياء بنزلوا المطر، وزي الختمية بيقولوا ماسكين الكون، وزي تبع ود بدر ديلك تعين العلفون اللي بيقولوا إنه متحكمين في الكون وبجروا الشمس مع الملائكة وبرجعوها وبيقلبوا التمساح حجر فهمت، وبيحيوا الأموات. ولو لقيت الشيخ بيزني بالبهايم تقول قاعد يشتغل في النخل إنه بيلقح فوقه، وكلام كفر تقيل. برضو عندك التجانية عندهم صلاة الفاتح لما شنو لما أغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطه المستقيم بحق قدره ومقداره العظيم. وهذه الصلاة من أكثر ما اخترعه هؤلاء الناس تجانية. طبعا في واحدين مارقين الشغلة دي برا، ديل اللي اسمهم تجانية تربية، واحدين ما تربية، المهم كلهم تبع التجاني وكلهم بيعتقدوا العقيدة دي إنه صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6000 مرة، وكل تسبيح وقع في الكون. كلام ده قاله أحمد التجاني في جواهر المعاني، الجزء الأول بيبيعوه في الدار السودانية للكتب، في نسخة قديمة برضو كان بيبيعوها في مكتبة دار العلوم أم درمان فهمت، وده كلام باطل. عندهم شبهة بيقولوا إنه الصلاة دي جاب ابن كثير في سورة الأحزاب عن علي بن أبي طالب إنه كان بيقول اللهم داح المدحوات وا 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 الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق، وين عبارة عن كلمتين. أول حاجة ما فيهم بقية الصلاة ده نمرة واحد، نمرة اثنين ما قال هي تعدل القرآن أو قال تعدل كل تسبيح وقع في الكون، ما قال كده، ولا قال تعدل من القرآن مرة واحدة، خليك من 6000 مرة، ما قال. وفوق ذلك كله أن هؤلاء كذبة محرفون، لأن ابن كثير رحمه الله لما أورد هذه الرواية لهذا الأثر قال وفيه أبي سلام الكندي، عشان كده قال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله قال في إسناده نظر، وأبو سلام الكندي غير معروف مجهول، وده يكفي في شنو؟ في إنه الحديث منقطع. ثم قال وهو منقطع، ده دليل على إنه الكلام ده الأثر ده باطل وما ثابت ذاته، في راوي مجهول، وفوق ذلك أنه لم يدرك عليا رضي الله عنه، يعني إسناده منقطع. فيه علتين، العلة الأولى جهالة أبو سلام الكندي، العلة الثانية أنه منقطع. والكلام ده جابه ابن كثير، فبقوموا يقطعوا لك الكلام ده ما بجيبه، ديل الجماعة التجانين تلقاهم قاعدين من بعد العصر لغاية المغرب بيقروا في صلاة الفاتح، وعندهم الوظيفة، وعندهم ديك اسمها شنو الجوهرة الفريدة ولا شنو حاجة زي دي جوهرة الكمال، وقالوا دي لا تقرأ إلا بالطهارة المائية، يعني دي أحسن من شنو من الصلاة ومن الطواف بالبيت إلى آخر. قالوا الطهارة الترابية ما بتكفي، وقالوا زول لما يجي يقرأ بالليل لابد يخلي في الحوش بتاعه 6 مواطن، لأنه قال بيجي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والخلف الأربعة كده 5، والزول القراء 6، تخلي 6 سراير فاضية، وديل بيخلوا 6 سراير بيجي يرقد معاهم العولاق بتاعينهم ديل شياطين المعاهم فهمت، لأنه ده كله من الشعوذة ومن الدجل. التجانية بيعتقدوا إنه أفضلهم من الصحابة ذاته، كتاب اسمه الإفادة الأحمدية في مناقب السادة التجانية، أول حاجة قال رجلي على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في الصور، أي نبي قال تحت كراع، أي ولي تحت كراع.
كويس. وربنا أمرك إنك تتولى المؤمنين وإنك تكرمهم ما تهينهم، فهمت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاني يقظة لا مناما، كذب دجال مفتري هو والسادة التجانية معه. وبيقول إنه أحمد التجاني إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابك أصحابي، وقال من أكل طعامنا يوم الاثنين والجمعة دخل الجنة، فهمت؟ وقال قال إنه يعني سأل الله أو إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أي زول يعني أكل طعامه أو كذا أو كذا أو زاره أو خدمه بأي خدمة صغيرة أو كبيرة إنه يدخله في شفاعته يوم القيامة. وقال الناس كلهم، قال الأولياء كلهم يستمدون من أحمد التجاني كما أن الأنبياء يستمدون من النبي صلى الله عليه وسلم، وده كفر بالله، لأنه ما في نبي بنادي غير الله ولا بيطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، فدي طريقة منتهية. فنحن بقت مشكلتنا مشكلة حتى فيما أقر به المشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. فإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون من أوليائهم المزعومين ومن ساداتهم ومشيختهم إلا الله سبحانه وتعالى، ديل المشركين الأوائل. وأما جماعتنا ديل في الرخاء والضراء يدعو إلى الضلال، وقد استغل هؤلاء المتصوفة أهل الباطل من الشيعة وغيرهم. عشان كده لو دارت حرب الشيعة والحاجة تبدأ بذلك، لأن عيسى المدني ده كان تجاني القاعد في أبو زبد والآن ينشر في مذهب الشيعة، ده أصلا كان تجاني. والتجانية والشيعة بيتفقوا في مسألة الغلو، الغلو. عشان كده الكولخ داك السنغالي قال عنده قصيدة طويلة وهم كلهم بيشفوا الكفر من بعض، فداك بيقول إنه يعني قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. جماعة بيصفقوا له تحت. فالشاهد من الكلام إنه الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية له، كذلك الإيمان باستحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له، كذلك الإيمان بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. تؤمن أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه لا يشاركه في هذه الكمالات أحد مهما بلغ. قال تعالى هل تعلم له سميا، وتعلم أن إثباتك لهذه الأسماء والصفات لا يعني التشبيه. كما لو أنك أثبتت أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وأن الله في السماء وغير ذلك من الصفات التي ينكرها أهل الضلال والبدع. عشان كده الإمام أبو نعيم الخزاعي شيخ الإمام البخاري كما نقل ابن كثير وغيره في الآية من سورة الأعراف قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد، طبعا هنا الصوفية بقفوا لك هنا عشان يخلعوك، عشان يقول لك أنت وصفت الله بما جاء في الكتاب والسنة أنت مشبه، وده يلزم منه أنه ربنا سبحانه وتعالى نزل التشبيه في القرآن، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار والمشركين على ما هو متشابه وعلى ما هو كفر وعلى ما هو تشبيه، وديل أحقر وأبلد من أن يفهموا هذا الكلام. المهم فقال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فهذه مسألة. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا فيه العلم بالعمل، العلم أو العمل بالعلم، العمل بالعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يكون الإيمان صحيحا ولا العمل الصالح صالحا إلا بشنو؟ بالعلم. قال وتواصوا بالحق، قال وهذه هي الدعوة، وتواصوا بالصبر، لأن من دعا إلى الله فإنه سوف يجد الأذى فعليه أن يصبر. ولذلك قال ورقة بن نوفل كما في حديث عائشة في كتاب الوحي لما
نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان يقرأ يعني الإنجيل، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم القصة قال ذاك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، في لفظ على موسى، ثم قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو قال إلا أوذي. فيعلم الداعية البصير أن هذا طريق الأذى، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر وأن يتسلح بالعلم. طيب، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين، هكذا دارت أو على هاتين الكلمتين دارت كلمات المفسرين. والآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي القرآن والسنة، وعلى هذا أيضا دارت كلمات المفسرين، وبعض العلماء يفسرها على أنها وضع الشيء في موضعه. طيب، الدعوة لا شك أنها يعني أمر عظيم ومنزلة عالية، ووظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي الوظيفة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، لكن ربنا خدت لها شرط، وهذا الشرط فريضة كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم ويقين، يعني أنت صح قد تكون عالم بما تدعو إليه لكن شاك فوقه دي ما بصير، فلا بد تكون متيقن من أن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، وأن هذا هو الطريق لرفعة الناس في الدين والدنيا زي ما بيّن شيخ الطيب قبل قليل، فهو بالدعوة إلى التوحيد. العلم، شيخ ابن عثيمين ذكر في شرح هذا الباب في القول المفيد قال بصيرة بما يدعو إليه، العلم الشرعي تحفظ من القرآن تحفظ من السنة، ويكون ذلك على تفاسير العلماء والصحابة من الصحابة ومن بعدهم، والأدلة من القرآن والسنة، ويذكر الإنسان الدليل ويراجع ويحفظ ويذاكر. وكذلك البصيرة بطريق الدعوة، كيف يوصل هذه الدعوة إلى الناس، وكذلك البصيرة بحال المدعو، فإن المدعوين يختلفون، في زول مدعو بيكون زول مقبل عليك تديه المسألة أو الحق بيقبله، في زول جاهل بتعلمه تديه الدليل، في إنسان ملبس عليه وعنده شبهة فهذا تجادله بالتي أحسن وتحل له شبهته، في إنسان معرض ومكابر ومعاند فذا يعني تشد عليه، وهكذا كل بحسب حاله، كل بحسب حاله، وهذه هي الحكمة. شيخ السعدي العلامة السعدي قال ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، ومن الحكمة البداءة بالأهم فالأهم، وكذلك من الحكمة البداءة بالأقرب إلى القبول، وكذلك من الحكمة قال البداءة بما هو ظاهر وما يقبل، يعني أنت ما تجي تبدأ للناس بالدعوة في مسائل عويصة في الدين ومسائل بعيدة على أذهان الناس، ناس تلقاهم تجانية وكذا، أول حاجة تبدأ لهم بكتاب شرح الفتوى الحموية أو نقض المنطق ده كبير عليهم، وده لا سماسك بيسيب حته وما بيعرف غير أحمد التجاني،
وما بيعرف غير البرعي وما بيعرف غير هؤلاء الطواغيت. فده أول حاجة تبدأ له بشنو؟ بالظاهر. فأول حاجة أخواننا العلم، والعلم لما يقال ومعرفة الهدى بدليله، زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، معرفة الهدى بدليله، يعني عرفت أو معرفة المسائل والدلائل، المسألة كذا والدليل كذا، وتفهم هذا الدليل بفهم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وتذكر كلام العلماء. كذلك إذا أتيت بباطل لا بد من الرد عليه. وده هنا يا أخواننا يجب التنبيه على مسألة، وهي أن الإنسان إذا تكلم أمام الناس وجاء مثلا بقصيدة فيها دعاء غير الله أو علم الغيب أو كذا، أو جاء بقول لأحد أهل الضلال والباطل، فلا بد أن يذكر الدليل ولو كرره 100 مرة تنقض هذا الباطل وترد عليه. ويجب على الإنسان كذلك أن يضبط هذا العلم. ما الإنسان يا أخواننا يجيب القصائد بتاعت المجرمين من دعاة الشرك من الصوفية وغيرهم يكون حافظ حفظ تمام مجود، لا يكاد يغلط في ذلك. فإذا جاء إلى الآية يعني بالكاد أن يستدل بها، برضو لابد الإنسان يجود الأدلة من القرآن ويعلم كلام السلف فيها، ومن السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضبط الحديث أين هو وما معناه حتى لا يفسر الكلام من رأسه، ويتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، فيعينه الله سبحانه وتعالى. كذلك أخواننا من العلم، وده موضوع مهم جدا، معرفة منهج السلف. منهج السلف ده عنده أصول، عنده أصول ذكرها العلماء ودوناها بدري. ودائما الإنسان ما بيعرف المسألة دي بيلبسوا عليه والحزبيين من أنصار السنة وغيره، لأنه بيجي طليق مسألة في الهجر، تاني يجي طليق مسألة في مخالطة أهل البدع، بيجوطوا عليك دينك إذا أنت ما فاهم منهج السلف. منهج السلف قائم على أصول، من أتى بهذه الأصول كان سلفيا، ومن لم يأتي ومن لم يأتي بأصل من هذه الأصول وإن أتى بباقي الأصول فإنه ليس من أهل السنة وليس سلفيا. بعد ذاك الإنسان الكان سلفي ويعني زل في مسألة من مسائل الأصول، فإن نشر هذا الكلام بين الناس فلا يشترط المناصحة، لا يشترط له المناصحة، بل الاشتراط المناصحة من البدع. يعني زول يتكلم في الحكام في المنابر يقول لك إذا ما قعدت معه ما ترد عليه، أنت ليه ما قعدت معه؟ دي بدعة، الشيخ الألباني قال بدعة. لكن إن نصح يقول له يا فلان أنت ذكرت مثلا في خطبة العيد والجمعة طعنت في الحكام مثلا، أو إنسان طعن في الصحابة مثلا، فبينوا له ونصحوه وهو استجاب ورد على نفسه، هذا أكمل، ده أفضل، لأنه الناس ثاني ما بغالته. لأنه أنت لو جيت ترد في الغالب الناس بيقول لك يا زول هوي أنت جبت كلام وهو جاب كلام، لكن لما هو يرد بعد ده بيبقى شنو؟ بيبقى الكلام واضح. عشان كده ربنا قال اشترط في من نشر باطل بين الناس، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي أصلحوا ما كان من الخطأ وبينوا الحق، عرفته؟ فده إذا قبل فده خير على خير، أما إذا ما قبل ما يشترط. زول نشر باطل بين الناس طوالي ترد عليه شنو؟ بين الناس، بعد ذاك هو تمشي تنصح براه، هذا خير على خير. فلا بد يا أخوان الإنسان يعرف أصول السلف. السلفية دي عندها أصول، منهج السلف. أول حاجة التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا معلم من معالم السلفيين. كذلك من معالم السلفيين، وطبعا السلف ذكروا هذه الأمور في الكتب. الإمام أحمد عنده كتاب أصول السنة، وغيره من الأئمة عندهم كتاب السنة، وتلقى مثلا الإمام اللالكائي، تلقى الإمام البربهاري رحمه الله، وغيره من
العلماء والأئمة، الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث تلقى ذكروا هذه الأصول. من هذه الأصول الاجتماع وعدم الافتراء وعدم الخروج على الحكام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ومحبة الصحابة وعدم الخوض فيما شجر بينهم والترضي عنهم، وذكر الصحابة بالجميل والذود عن أعراضهم واعتقاد إمامتهم. كذلك من الأصول مباينة ومجانبة أهل البدع والضلال والأهواء والمحدثات، هذه من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا لقيت إنسان وغير من الأصول، أصول في القدر، أصول في الإيمان باليوم الآخر كالرؤية، عشان كده بتلقى في مسائل حتى في مسائل في الفقه ذكرها في العقيدة زي المسح على الخفين مجانبة للرافضة، كويس، ويذكر القدر، يذكر الاستواء، يذكر الإمام بالحوض، الإمام بالشفاعة، الإمام بالصراط، الإمام بالميزان، بغير من الأمور، الإيمان بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا وأنه ليس في منزلة بين المنزلتين إلى غير ذلك من الأصول التي ذكرها السلف. فالزول يعرف الأصول دي بدليله، يعرف هذه الأصول بدليله. لكن ما بندعو إنسان عرف هذه الأصول إنه طوال يمشي ناظر، ودي مشكلة كبيرة يا أخوان. حتى الإنسان إذا بقى موقن بمنهجه وتمام عنده أدلة وحجج ما يمشي طوال يناقش الحزبين يقول لك الناس ديل لابد نمشي نناقشهم في الخروج، لأن الناس عندهم شبهات وناس ملبسين، فالإنسان يبعد عنهم ولا يناظرهم إلا إذا اضطر إلى ذلك. لكن ما يزول جا قال لك اسمع والله تعال ناقش لي فلان تمشي تناقشه، لا، وإنما تنشر الحق بين الناس وتبين الحق، فإن اضطررت بعد ذلك وكان عندك العلم والحجة وتستطيع أن تكسر حجج الخصم وتأتي بالأدلة فالحمد لله، وعرفت شروط المناظرة فالحمد لله، وإلا فلا توقع نفسك والمنهج السلفي في الورطات، في الورطات ما تمشي تناظر ساكت. وفي ناس كمان يمشي يدقوا يا أخوان يا شيخ فلان يا أخي جانا واحد وأنا قلت له دار معك مناظرة، ها نقول له شنو انت، نقول لك شنو خليه منه. فده بعد شوية بعد يومين ثلاثة تلقاه لحق بركب جماعة من الجماعة. فلابد يا أخواننا أيضا في العلم من معرفة أصول السلف، ولا يعني ذلك أيضا أن من لم يعرف هذه الأصول كلها لا يدعو إلى الله، بل تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما تعلمت. ربنا وفقك، مسكت ميكروفون، تبين اللي بتعرفه أنت وتبدأ بالتوحيد وتذكر الأدلة، وإذا جئت ببيت من أبيات الشعر تذكر شنو؟ تذكر الأدلة التي تبطل هذه العقيدة الباطلة. مثلا في علم الغيب ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فترد عليه وانت تكون مبلغ لدين الله سبحانه وتعالى. ويراعي الإنسان يا أخواننا، يراعي الإنسان المصلحة والمفسدة، وده أيضا من أصول منهج السلف أنهم يراعون المصالح والمفاسد. فإذا كان أنت بتتكلم في مسجد أو ماسك مسجد وممكن يجيبوا فوقه مبتدع وضال، إذا أنت مثلا ذكرت أسماء فتوقف ذلك لمفسدة أن يأتي هذا المبطل وينشر في الناس الشرك والباطل والضلال. وكذلك إذا كان هذا الإنسان الضال أو المجرم كان حاكما فإنك لا تذكره باسمه، ده أيضا من المفاسد الشرعية وغير ذلك من المفاسد الشرعية. وتضيع ذلك يا أخواننا يؤدي إلى الخلل والفساد في الدعوة، فيجب على الناس أن يراعوا. ولا يعني ذلك إن الإنسان يكتم الحق، تجيب الأدلة
في المسائل، تذكر المسائل في التوحيد، في الاتباع، في المنهج، في بيان الطاعات للناس، وتذكر الشبهات إن كان عندك علم وترد عليها وهكذا. فلابد يا أخواننا من العلم، ولابد أخواننا يكون عندهم يعني مجالس يتعلمون فيها ويتدارسون فيها ويحفظون فيها. ولو كان آية واحدة، ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهما قعد في سورة البقرة 8 سنة، 8 سنة في سورة البقرة حتى تعلم ما فيها. ولو كان الإنسان يتعلم بابا واحدا من أبواب العلم فهو طالب للعلم. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وقال قتادة رحمه الله: باب من العلم أتعلمه خير من إحياء ليلة. خاصة هذا الباب وأنت تدعو به إلى الله وتنقذ به أناسا كثر من النار، وتنصح به الناس وتبينه للعوام، فلا تستقل الخير وتداوم على العلم. مش العلم اللي بيجي الشروط اللي بيجيبوها الحزبين، يجي يقول لك عشان انت تتكلم في الجماعات لابد اول حاجة تكون حافظ القرآن كويس، لو حافظه ما كويس، لكن ما يجب هذه الشروط ان تجتمع. وبعد ذاك تكون حافظ السنة او غالبة، وبعد ذاك تكون عارف الناسخ والمنسوخ وواقف على أقاويل السلف في ذلك، وعالم بالعربية، وعالم بالمفردات ومعانيها، وعالم بالأصول، أصول الفقه، و ده لو أنا عارفه ما كويس، لو عارفه هذا مطلوب وهذا حسن، لكن ما يشترط ذلك، ما يشترط، بل اشتراط ذلك من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وأي زول بيجيب الشروط دي ما داري يدعو إلى الله أصلا. الناس اللي بيجيبوا الشروط دي دارين يوقفوا الناس والشباب من الدعوة. ولذلك يا أخواننا الشاب ما يلتفت يمنة ويسرة في دعوة الله. يقول لك إن عمرك يكون 40 سنة وكذا سؤالنا تخايف ناشرد ولا شنو. المهم يا اخواننا ما الانسان يعاين وما يكون كالاسفنجة يقول لك انا ماشي اشوف ذاك برنامجه شنو، يشوف ذاك برنامجه شنو. خلي دعوة للتوحيد، ومهما جئت باقاويل السلف والناس والادلة وحشتها وما بتدعو للتوحيد، وده غالبا شفناهم بيلفوا يدوروا مين نزار هاشم ده ما عنده دعوة للتوحيد، هو براوي اعترف قال ضرب لي واحد من تلاميذه وكده وانت ما في لك 5 سنة وكده، وقال طبعا السلف كان منهم الخياط ومنهم الزيات او ما ذكر، فده ما دار يدعو للتوحيد. في واحد ثاني اسمه مين ابو فلان ده برضه جاء واخواننا دعوه يتكلم في حلقه زمان ويكفت هسي، قال عنده غضروف. احنا ما قلنا لك تعال ارفع معانا مكنه عربيه ولا دارين نبني لنا صريف، احنا قلنا لك يتكلم. العلماء ديل الشيخ العباد ده قاعد في كرسي وكفيف حفظه الله وما يقدر يتحرك، كبير في العمر وبيتكلم وهو قاعد، عرفتها؟ المهم كلهم خلوا الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وبيجوا يأصلوا الأصول. يقول لك عشان تتكلم في نصيحة لابد تذكر اسم ولابد، وده كله كلام باطل. هو موضوع ما في الاسم ولا في الحكمة ولا في الكلام بالتي أحسن، ده ما موضوع، ما دارين يدعو للتوحيد. وديل في النهاية بيمشوا ويدوروا ويلفوا حول دعوة حسن البنا، كلهم بيلفوا حول دعوة حسن البنا الضالة المنحرفة من جماعة الإخوان المسلمين. فالشاهد من الكلام إن إخوان الإنسان يتعلم وما تعلمه يبلغه، ويستعان على الحفظ. من أعظم الأمور التي تعين على الحفظ التبليغ. وكان الإمام محمد ابن موسى الإرهاب الزهري رحمه الله عالما من علماء الحديث،
وكان إذا سمع الأحاديث من مشايخه له جارية قال فيوقظها فيقول لها حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقرأ عليها ما سمع في ذلك اليوم، فتقول له ما لي ولفلان، فقال أعلم ذلك ولكني أتحفظ، يعني أنا داير شنو؟ داير أحفظ، أنا عارف. قال لا، قد لا تنتفعي بفلان وفلان، لكن داير شنو؟ أتحفظ. فإنت تقيف للناس تبلغ، تبين للناس الأدلة وتذكر الآيات والأحاديث، وهكذا العلم الشيء مع الشيء مع الأيام يعني الإنسان تكون لديه حصيلة علمية. وأبرك العلوم التي تحفظها وتدعو إليها التوحيد، أبرك العلوم التي تدعو إليها، فيبارك الله لك سبحانه وتعالى. عشان كده أنا أدعو الأخوان إنه يعملوا مجالس علمية بيناتهم يشرحوا فيها في التوحيد، في العقيدة، في المنهج، في الأذكار، في غيره، ويأتوا بالكتب المهمة في العقيدة والمنهج، الكتب التي ترد على الشبهات، كتاب التوسل للشيخ الألباني، العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، مختصر الألباني، تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد للألباني، وغير من الكتب السلفية وكتب الشيخ ربيع علمانا، كتب الشيخ الفوزان، كتب الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز. لا كما قال ذلك الصفوجي البليد، قال كتب ابن باز قال أنا لو اتقفلت في أوضة بمرق زيها. وما الموضوع في الكثرة والقلة، الموضوع في أن هذه المعلومة معلومة خالصة تحتاج للإنسان لأن يحققها إلى أزمان وأعمار. ده واحد سفيه اسمه مختار بدري، وده بيكفر الدولة السعودية وبيطعم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الميم ده زول برضو ضال، والآن كلهم أنصار السنة كلهم اتفقوا، كلهم بشتى أجنحتهم اتفقوا، وبقى شيخهم واحد وهو الحلبي. حتى محمد مصطفى متكيف منه لأنه بزور دجال ذاك. المهم فذيل بقى شيخهم واحد، فهمت؟ فالميم الشاهد، نرجع ونقول الشاهد إنه الناس إخواننا تتعلم، والناس تحفظ القرآن بيناتها. إذا في زول من إخواننا تجويده تمام وكذا، فالناس يحفظوا ويسمعوا لبعض ويمشوا شوية شوية وما يقفوا، ويجعلوا نصيبا إن شاء الله صفحة في الأسبوع، لأنه الدعوة دي إما أن تدعو بالجهل وستفسد ولن تصلح، وإما أن تدعو بالعلم بالكتاب والسنة وهما سلاح المؤمن. وكلما ذكرت وأكثرت من الأدلة، شيخ محمد بن هادي حفظه الله يقول فيها فائدة، وهي أن الحق يتقرر في قلوب الناس. كلما تذكر على المسألة وتتنوع الأدلة، كذلك تتنوع دلالات النصوص على المسألة المعينة، فهذا يفيد تقرر الحق عند المتلقي وعند المستمع، وقوة الحجة والدليل عند المستمع. فالإنسان يا أخواننا لابد أن يكون جادا، ويسأل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن. وما شرط إنه لو ربنا ما يسرك ما إلا تمشي تتغرب وتمشي الخلاوة، فتحفظ القرآن. ناس لو جادة ربنا بعينا. عشان كده الإمام القرطبي قال في تفسير الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلناه للحفظ فهل من طالب لحفظ القرآن فيعان عليه. وأهل السنة أولى بالاهتمام والاعتناء بالقرآن من غيره، فلا بد يا أخواننا كلنا نتواصى بحفظ القرآن ونتواصى بالعلم. وإذا حصل لنا الكسل أن ينصح بعضنا بعضا وأن يأخذ بعضنا بيد بعض، يعني وحتى نكون على علم. عدم المجادلة بغير علم هذا بيناه، ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، يعني ستسأل عن ذلك. الاجتهاد في التبليغ، في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله نحن رأينا من إخواننا هنا في الفولة ما يسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من فضله. فالناس يا أخواننا تجتهد، وكلما أنفق الإنسان من العلم كلما زاد. عشان كده الألبيري في نصيحته لابنه قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فكلما يعني أنفق الإنسان من العلم كلما زاد هذا العلم. وإذا وقفت مسألة على الإنسان فسأل عنها وتحرى فإن هذا يكون هو الأفضل، وإذا سئل عن مسألة وقال الله أعلم فإن هذا يكون حاثا له ومحرضا له ومشجعا له على التعلم وعلى بحث هذه المسألة ومعرفة أدلتها، فيكون الإنسان في خير وعلى خير. فنوصل الإخوة أخواننا بالاجتهاد، وأن يستعمل الإنسان وقته وجاهه وشبابه في الدعوة، ودي أهم فترة يا أخواننا الإنسان يستغلها، فترة الشباب تكون نشيط وتشتغل وتنصح وتبين للناس الحق وتستعين بالله سبحانه وتعالى، تسأل الله الإخلاص، عدم الانشغال بالحزبيين والتركيز على عوام الناس. دائما الحزب ده إنسان عنده شبه ويعني قد أعطى زمام أموره إلى غيره، فده عشان تجيب له عقله تألفه ده موضوع طويل. أما عامة الناس فالحمد لله فيهم الخير والناس بيكبروا، ونحن لما مشينا المسجد البيجاي ده الناس كلهم جزاهم الله خير قبلانين الحق وجابوا لنا الكرسي قعدنا فوقه، فناس فيهم خير وبيقبلوا الحق. إلا بتلقى بعض الناس بعد مرات تلقى واحد زي عمك البيجاي ده والناس ما سألوه لأنه ده جدهم وزول كبير فما سألوا، لكن زي ده تلقاه قاعد. فده ما بتشتغل به، وانت بتشتغل بالناس ديل لأنهم ناس بيقبلوا الحق وناس فيهم الخير وناس دارين النجاة، خاصة إذا وعظوا وبين لهم الحق وبينت لهم الأدلة وبين لهم فساد منهج هؤلاء. عشان كده أنت ما تشتغل بأهل الضلال كثير، دائما تشتغل بعوام الناس. عشان كده الشيخ الألباني دائما بيذكر في المسائل دي مسألة الردود وكذا وكذا، إنه قال الناس على قسمين، قال قسم دعاة إلى الباطل، الشيخ رسلان قال الدعاة هم الناس إليهم المرجع واللي بيأصلوا للشبه ديل الدعاة، وفي ناس عوام، في ناس عوام. قال أما هؤلاء الدعاة فهؤلاء يهجرون، ديل تهجرهم وتعينهم وتشهر بهم بأسمائهم وكذا، وأما هؤلاء العوام والمساكين فهؤلاء الإنسان يصبر عليهم حتى لو شد عليك. شد عليك ليه؟ زول عام يقول لك لا، في واحد تلقى يقول لك لا، انتوا كذبتوا على الشيخ ده، ده خير ذاته. ليه؟ لأنه استنكر إنه شيخه يقول الكلام ده، لأنه الكلام ده شيخ. يقول لك لا، ما ممكن الشيخ يقول غير الله بدي الجنة. ليه؟ لأنه في قرارة نفسه إنه غير الله يدي الجنة ده شيخ، فده خير. فبعد ده أنت تثبت له بالأدلة وده أسهل ما يكون، وتبين له الحق وتوسع له صدرك والكلام مع الكلام، فإن شاء الله ربنا ينفع. فالناس يركزوا على عوام الناس وكذلك يواصلوهم. احنا ما ممكن نتكلم في حلقة وبعد ذاك نفوت نخلي الناس للحزبين، يجي الحزبين يلقطوهم ويفوتوا بهم ويركبوا لهم المناهج الباطلة والفارغ، فانت بتكون شغال زي ساق يجحا، انت بيشيل موية وتاني ترجعها في البحر ما عملت حاجة. فانت تكون انسان حصيف، وهؤلاء الذين تأثروا بالدعوة يبين لهم الانسان الحق ويواصلهم ويعني يبصرهم بطريق الحق حتى يثبتوا على المنهج. كذلك من الوصايا اخواننا التآخي، والحمد لله هذه امور لمسناها في الإخوة، حتى انه يعني الانسان بالكاد يكاد يعرف انه ده بيت فلان وده بيت علان، فده شيء طيب
فالناس يحافظوا عليه ب أولا حاجة بأن تكون هذه المحبة لله أول حاجة. والنعم يا أخواننا إذا ما شكرت نزعت، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ودعان في جميع النعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال وجد في حديث عائشة قالت وجد كسرة ملقاة على الأرض فأخذها ثم شمها ثم نفض عنها التراب وأكلها عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما خرجت من قوم فكادت ترجع إليه. ودي أخواننا نعم إنه الإخوة متآخين. ودائما المشكلة إذا بقت، المشكلة إذا بقت من برا حزبيين وغيرهم فدي أهون، فالناس تحافظ على هذه الأمور العظيمة الأخوة. وثانيا يكون المحافظة عليها بالاعتراف بها بالقلب وذكرها باللسان واستعمالها في طاعة الله. الأخوة دي ما تكون يا أخواننا عبارة عن ونسات و إلى آخر، وإنما تكون في الدعوة إلى الله. كذلك المحافظة عليها بالتناصح، بالتناصح وباللين للإخوان، وأن لا يبتعد الإنسان عن إخوانه، وإذا ابتعد أن لا يقصر عنه إخوانه، لأن أخواننا الزمن ده زمن صعب، والإنسان المتمسك بالدين كالقابض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويتقوى الإنسان بإخوانه في زمان الغربة بعد سؤال الله التثبيت، فيتقوى الإنسان بإخوانه. ولذلك أخواننا حتى الإنسان إذا يعني ابتعد أو كذا فالإنسان ما ييأس منه ويمشي ويواصل وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.